شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي. وخلال فعاليات إطلاق المشروع شاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول المشروع وأهدافه وفكرته العامة وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، كما استمعا لشرح بشأن أهم ما تتميز به المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها. وشهد أيضا توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع. هذا وقد شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية بإطلاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما لفرق العمل التي قامت على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.